احنا عادة لما بنبص على مكنة الهيموداياليسيس هنلاقي عندنا يعني في بانل كده بنقدر نعمل بيها كنترول. البانل دي بيبقى فيها مجموعة من الحاجات، بيبقى فيها مثلا انديكيتورز كده اذا كان في بلاد لوس او في اير يعني موجود عندنا في السيركت بتاعت البلاد، بيبقى فيها عندنا مثلا اذا كان في اي الارمز ولا حاجه بتبان لنا هنا، ويبقى فيها عندنا شويه مونيتورز كده للفلو ريت للتمبرتشر للكوندكتيفيتي، الحاجات دي كلها بتبقى باينه عندنا. بيبقى فيه طبعا بعض الحاجات اللي ممكن احنا نعمل بيها كنترول على السيركت بتاعتنا. ده كان الشكل القديم بتاع الكنترولز، بيبقى شكل اللي هو زي ده كده زي بتاع المكن القديم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. الكلام ده كان عباره عن شويه بوتنز. دلوقتي الدنيا اتغيرت شويه، بقى في عندنا تاتش سكرين، بقى في عليها كل المونيتورز اللي بتكلم عليها دي، وبقى الدكتور دلوقتي او الاوبريتور عموما بيوبريت المكنه بتاعتنا من على الايه؟ من على المونيتور نفسه مباشره عن طريق التاتش سكرين.